مرحبا أعزائي، معكم نزار عجيلي خبير عقارات في كندا، مرخص في مقاطعة أونتاريو، بيع وشراء واستثمار في مجال العقارات. أعزائي، في هذا الفيديو أحببت أن أجيب عن سؤال يصلني بصورة مستمرة، سؤال مهم بالحقيقة، هو يصلني بصورة مستمرة متكررة يومية تقريبا من الأخوة والأخوات في البلدان العربية. السؤال هو: هل نحصل على إقامة في كندا عند شراء عقار؟ بصيغة أخرى، عند شراء بيت أو شقة أو استثمار في مجال العقارات في كندا، هل نحصل على إقامة؟ والجواب أعزائي هو للأسف كلا، لن تحصل على إقامة بمجرد شرائك عقار في كندا. يمكن في بعض البلدان يمنحون إقامة عند شراء عقارات، لكن مع الأسف في كندا الموضوع مختلف. دائرة الهجرة مختلفة تماماً عن دائرة التسجيل العقاري، والموضوعين مختلفة تماماً، ولا يمكن الحصول على إقامة عند شراء العقار. بعض الأخوة والأخوات يمكن يكونوا مهتمين بالاستثمار في كندا في مجال العقارات بغض النظر عن موضوع الإقامة، فبالتأكيد ممكن نساعدهم في هذا الأمر، وممكن أيضاً نساعدهم في تحصيل القروض العقارية وعملية البيع والشراء من الألف إلى الياء. كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال يجب أيضا الأخذ بنظر الاعتبار بعض القوانين والشروط، من ضمنها قانون الضريبة المفروضة من قبل الحكومة الكندية على المستثمر الأجنبي أو غير المقيم في كندا، وغيرها من المعلومات الأخرى. بإمكانكم أن تراسلوني على البريد الإلكتروني الموجود في أسفل الشاشة، وشكرا جزيلا على وقتكم، وتمنياتي لكم بالخير.